السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي. مهندس ياسر، يعني قبل الفاصل كنت بقول الاستراتيجيات السابقة التي بناها مجموعة من الوزراء وليسوا وحدهم الحقيقة، ولكن بناها معهم المتخصصين في المجالات، وكانت هناك لجان عديدة تجتمع. يعني أنا أتذكر بعضها يعود لبدايات القرن حتى منذ عهد الدكتور أحمد نظيف حين كان وزيرا للاتصالات، مرورا بالدكتور طارق كامل، ثم الوزراء التاليين للثورة. فبالتالي يعني هناك استراتيجيات وهناك أفكار. بعض الناس بتقول من الواجب أن يبني الوزير على هذه الاستراتيجيات، والبعض يقول كل وزير وله استراتيجية، والبعض يقول يجب على وزير الاتصالات في عام 2015 أن يتولى موضوعين أو ثلاثة فقط يركز عليهم، ويترك الموضوعات ذات المدى البعيد لفترة تالية على الأقل تالية للانتخابات البرلمانية. رأي حضرتك إيه بكل ده؟ أولا، الاستراتيجيات هي استراتيجيات دولة وليست استراتيجيات أشخاص. عظيم. فالوزراء السابقين لهم كل الاحترام والتقدير، وأنا تواصلت مع جميع الوزراء السابقين للاتصالات. هذا كان هيبقى من سؤالي، من أسئلتي، إذا حضرتك بتتواصل معهم ولا تواصلت معهم ولا؟ تواصلت مع جميع الوزراء السابقين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولازم أؤكد على معلومة أو مهمة جدا جدا، وهي استراتيجيات دولة وليست استراتيجيات أشخاص. فالاستراتيجيات تغيرها بتغير الأشخاص هذا يعني أن إحنا عندنا مفيش استراتيجية ثابتة. إحنا عندنا استراتيجية واضحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميع من سبقونا هم ناس محترمين كانوا منفذين لهذه الاستراتيجيات وبنائين لهذه الاستراتيجيات، وكنا كلنا كقطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاركين في هذه الاستراتيجيات، فلا يمكن لأحد أن يخرج عن هذه الاستراتيجيات. ولكن آليات التنفيذ هي آليات مختلفة. يعني إحنا بنتكلم في استراتيجية وآلية للتنفيذ. لو حضراتكم بنتكلم عن آليات التنفيذ، فهنلاقي أن آليات التنفيذ في وزارات سابقة، هنلاقي أن آليات التنفيذ آليات مختلفة، فبيختلط الأمر على بعض الأشخاص أن هناك استراتيجية مختلفة. استراتيجية دولة، إحنا كلنا بنعمل سويا على تحقيق هذه الاستراتيجية. يعني حضرتك مثلا كان في مبادرة للإنترنت فائق السرعة، هل توقف العمل بهذه المبادرة ولا فعلا احنا ناويين نوسع في الانترنت فائق السرعة في مصر بشكل سريع وملح؟ لم يتوقف العمل في هذه المبادرة، وزي ما قلت لحضرتك اننا كنا مشاركين، وانا شخصيا كنت مشارك في هذه الاستراتيجيات وبناء الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع سواء في الاتصالات أو في تكنولوجيا المعلومات. مش أنا لوحدي، لكن مجموعة من الحقيقة الخبراء المهمين جدا في قطاع الاتصالات. والخبراء دول سواء بيعملوا في شركات في القطاع أو خبراء هم عبارة عن استشاريين لهذا القطاع. وهناك محور مهم جدا جدا الحقيقة هم شركاء لنا، وهم الصحافة والإعلام في هذا القطاع. الحقيقة كانوا بيلعبوا دور كبير جدا جدا علشان خاطر القطاع يظهر بالصورة الصحيحة، وهم الموصلين المهمين جدا لكل الاستراتيجيات ولكل المعلومات الخاصة بهذا القطاع. طب بمناسبة ده برضو، مش حاسس، ما شفتش في مشروع تنمية محور قناة السويس أن هناك تواجد قوي كما يجب لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ مش شايفه على الخريطة؟ كنا متوقعين قبل ما القناة تفتح دي هتبقى أرضية القناة دي مفروشة كابلات، والدنيا معمولة عاملة ازاي، وانها المشاريع جاهزة على ضفتي القناة الجديدة. مش شايف ده؟ خليني اقول لحضرتك انها هي عبارة عن مراحل. المرحلة الاولى كانت المرحلة الهامة جدا، وهي التأكيد على حفر قناة السويس في الفترة الزمنية اللي هي كانت فترة زمنية قصيرة، وكان انجاز اكثر من رائع. النهارده احنا بنتكلم في ما حول تنميه
تنمية هذه هذا المحور، محور قناة السويس. وهنا يأتي دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث طبعا مش بس الكابلات الفايبر، لكن ازاي ان احنا نستخدمها. هيبقى في مجموعة من الكلاسترز عشان خاطر تنمية هذا المحور، سواء اذا كانت هيبقى في شركات، هذه الشركات بتعمل في مجالات مختلفة سواء في اللوجستيات او خلافه، ازاي ان احنا نستطيع ان نقدم الخدمات التي تمثل ميزة نوعية لهذا المحور عن أماكن أخرى كثيرة في العالم لها بعض الميزات الأخرى. فالقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات دوره، هو دوره الآن إحنا بنتواصل مع الشركات المنفذة، الشركة المنفذة، وبنتواصل مع القائمين على هيئة قناة السويس، القائمين على المحور ليكون لنصنع هذا الدور. الحاجة المهمة كمان إن مصر بما لها من ميزة نوعية في بخصوص الكابلات البحرية وخلافه، إزاي إن إحنا نبقى الهب أو البؤرة أو المكان المهم لصناعة المحتوى وتوزيع المحتوى. فإحنا زي ما قناة السويس هتتحول من مجرى مائي بس وحضرتك حدد لك الأسئلة اللي عندي قبل ما تيجي ولا حاجة؟ لا يعني حضرتك عمل بتجاوب على أسئلتي من غير ما أسألها. والله يا فندم يعني هو عشان ده يؤكد إن الاستراتيجية واضحة للدولة في كيفية عمل القطاع الاتصالات. أنا مستغرب إن إحنا إزاي مصر حتى هذه اللحظة ما هياش الكونتنت ديستريبيوشن سنتر بتاع العالم، مش أقول المنطقة بس يعني، لكن على الأقل نبدأ بالمنطقة، إفريقيا وآسيا وكل ده. يعني إحنا بنتكلم على إننا موقع بتتلقى فيه الكابلات البحرية وبتعدي فعليا 16 كابل بحر، يعني ممكن يزيدوا أو معرفش إذا كان العدد ده كافي جدا او لا، لكن هم بيعدوا، ما بنستفدش من المحتوى اللي عليهم باننا نعمل المركز اللي لنا نوزع منه هذا المحتوى على سبيل المثال لقنوات تلفزيونية، لمواقع إخبارية، لناس عايزة يكون نقل المعلومات اسرع مما هو عليه في هذه اللحظة بينها وبين بعض. الحقيقة هي دي الاستراتيجية القادمة. ان احنا ما نركز بس على الاتصالات، احنا بنركز على المحتوى وازاي ان احنا نستفيد من الميزة المهمة، الميزة النوعية اللي موجودة لمصر، ونستفيد من الكابلات اللي هي بتمر عبر مصر، وان مصر تبقى هي البؤرة الهامة جدا جدا في صناعة المحتوى، سواء اذا كان هذا المحتوى محتوى باللغة العربية. وانا يمكن اتكلم مع حضرتك بعد كده في كيفية ازاي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكون مؤثرا في بناء الانسان المصري، كيف نتمحور كل الخدمات اللي بنقدمها لتكون في خدمة المواطن وفي خدمة وبناء الشخصية. المواطن المصري والشخصية المصرية. كيف نحول الشخصية المصرية والأطفال والشباب القادم، الجيل القادم اللي هو هيتولى المسؤولية من بعدنا، إن هو يكون لديه المعلومات الكافية عن الدولة وعن قيمة هذه الدولة وعما تمثله هذه الدولة من أهمية استراتيجية. مش كده وبس، ازاي نقدر. طب عايز ارجع مع حضرتك لاننا نبقى مركز لتوزيع المحتوى. هذا الكلام برضو خلينا عشان نبقى، اسمح لي ان انا ابقى صريح شويه، بيتعارض مع بعض النظريات الامنيه على موضوع اللاندنج بتاع هذه الكابلات عندنا جوه مصر. هل من الممكن اننا الهاجس الامني اللي موجود، واحنا النهارده في منطقه تموج بمشكلات امنيه كبيره جدا، ولابد اننا نضع يعني القضيه الامنيه على رأس الأولويات، وفي نفس الوقت لدينا فرصة إن ضاعت في هذه الأيام لن تعود إلينا، لأن حد هياخد هذا المركز وخلاص وانتهينا، نبقى خرجنا من هذا السباق. إزاي هيحصل التوافق ده؟ الحقيقة هو في توافق، يعني إحنا دائما في دراسات، هذه الدراسات الجزء الأمني بيبقى مهم فيها. إحنا بنتكلم عن كيفية حماية المعلومات وحماية الأمن، وإحنا عندنا طبعا إحنا أنشأنا المركز القومي للأمن السبراني، ودي كان برئاسة السيد رئيس الوزراء، ودي مهمة جدا جدا علشان خاطر حماية الأمن
وأمن المعلومات وأمن المنطقة. الهاجس الأمني يمكن هو عبارة عن شعار، هذا الشعار شعار مستخدم بشكل كبير جدا وكثيرا جدا، ولكن الهاجس ده مش موجود بالشكل اللي الناس متصوراه، لأن طالما أن احنا بناخد الاحتياطات وهذه الاحتياطات احتياطات دولية وعالمية، فإحنا بنتأكد من أن أي مشروع بننفذه هو مشروع مدروس من جميع من كافة النواحي، سواء النواحي الاقتصادية، العوائد على الدولة، والنواحي الأمنية. يعني وده بعد مهم. الكونتنت ديستريبيوشن سنترز دي هنشوفها أنها على أولويات حضرتك شخصيا كوزير؟ طبعا على أولويات الدولة وعلى أولويات الوزارة وحضرتك كوزير، الوزارة وعلى أولوياتي كوزير في الوزارة. بالمناسبة امبارح كان ضيفي المهندس أحمد أبو دومة، أكيد حضرتك عارفه لأنه هو من الخبراء في هذا القطاع، ولكن كان موجود بصفة أخرى، ولكن سألته عن العاصمة الجديدة. الحقيقة ما لدي من معلومات يعني وغير متأكد من صحتها أن العاصمة الجديدة في تخطيطها الحالي لن تكون عاصمة ذكية. فسألت مهندس أحمد أبو دومة عن الكلام ده، فأكد لي أن العاصمة الجديدة ستكون عاصمة ذكية. فراجعته مرة واثنين وثلاثة وقلت له هحط المنشط على اسمك، بيقول أحمد أبو دومة يؤكد العاصمة الإدارية الجديدة ستكون عاصمة ذكية. هسأل حضرتك نفس السؤال، تتفق مع كلام أحمد أبو دومة ولا مع المعلومات اللي بتتواتر لينا من وزارة الإسكان؟ المفترض أن تكون العاصمة الجديدة هي عاصمة ذكية، أو وجميع كل البناء الجديد المفروض أنه هو يعتمد على المدن الذكية. إحنا النهاردة بنطور من علاقتنا بالمواطن، بنطور من الخدمات المقدمة للمواطن، وزي ما قلت لحضرتك أن التكليف، تكليف السيد رئيس الجمهورية كان تكليفا واضحا أن المواطن هو الهدف، وتقديم الخدمة للمواطن هي الهدف. أن إحنا نبدأ نحول الدولة إلى دولة أو إلى دولة ذكية، ده شيء مهم جدا لتقديم خدمة أفضل للمواطن، ولها عوائد استثمارية كبيرة جدا على الدولة، لأن الحقيقة المدن الذكية أو العاصمة الذكية لها من الوفر في الكهرباء والماء والمرافق جميعا، الحقيقة بتوفر كتير قوي على الموازنة العامة للدولة، وبتقدم خدمة أفضل بكثير جدا جدا. دول العالم المتقدم ودول العالم، بعض دول العالم النامي، جميعها تتمحور حول سعادة المواطن وتقديم خدمة، هذه الخدمة تمثل خدمات مختلفة للحصول على أكبر قدر من رضاء المواطن. فالعاصمة القادمة الإدارية القادمة المفترض أن تكون عاصمة ذكية، وأنا الحقيقة تحدثت مع السيد الدكتور وزير الإسكان مصطفى مدبولي في هذا الموضوع، والمفروض أن احنا هنلتقي علشان خاطر نشوف إزاي نقدر نعمل سويا على أن العاصمة الجديدة تكون مبنية على بأسلوب، هذا الأسلوب أسلوب مختلف عن بناء العواصم الأخرى. ممكن حضرتك في ثواني كده بس تشرح لي كلمة المفترض أن تكون عاصمة ذكية، معناها أنه ليست مخطط لها أن تكون، ولكن من المفترض ولا؟ الحقيقة أنا بدأت الحديث مع الدكتور مصطفى مدبولي من حوالي أسبوع، وحضرتك عارف أن الوزارة وزارة حديثة، أو أنا لسه جديد في الوزارة. والمفروض أن هيبقى في أكثر من لقاء بعد هذه اللقاءات، المفترض سيكون حقيقة. ولكنني دقيق جدا جدا فيما أتحدث عنه. طيب حضرتك جهاز تنظيم الاتصالات لغاية دلوقتي ما عندوش رئيس، ليه؟ يعني ايه الصعوبة ده؟ من شهر 7 اظن انتهت مدة ولاية الرئيس السابق، واحنا دلوقتي داخلين على شهر 11. الحقيقة انا متابع جيد للـ الـ 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 السوشيال ميديا، ومتابع جيد لبعض التساؤلات عن الجهاز، عن الاولويات الخاصة بالقطاع. واحدة من الاولويات الخاصة بالقطاع هو اولا الاستقرار في هذا القطاع، والاستقرار ان شاء الله يعني في طريقه. الحاجة مهمة جدا في الاستقرار
ان يكون عندنا رئيس لجهاز تنظيم الاتصالات، وقريبا جدا سوف نعلن عن رئيس جهاز الاتصالات. وكما تحدثت من قبل ان احنا هنقول احنا ليه بنختار هذا الشخص، وايه المواصفات المطلوبة لهذا لرئيس الجهاز، وكيفية اختياره بتبقى عاملة ازاي. و حضرتك مش عايز تقول لنا المواصفات دلوقتي؟ يمكن اقدم انا ولا حاجه. والاهداف انا ممكن اقولها لحضرتك. المواصفات اولا ان يكون له خبره في الرقابه من قبل، ده رقابه سواء رقابه على جهاز مرفق الاتصالات او اي مرافق اخرى. يجب ان يكون لديه الخبره في الحوكمه او الحوكمه الرشيده، كيف يدير موضوع الحوكمه الرشيده فيما بين الشركات وبعضها. له شخصيه قويه يقدر ان هو ينفذ القانون والقواعد الهامه اللي في القطاع. له خبرة في الشؤون المالية والإدارية والاستثمارية، لأن القطاع مش رئيس الجهاز مش بس بينظم العلاقة ما بين الشركات، ولكن عليه دور كبير جدا في تعظيم العوائد الدولة وعوائد هذه الشركات، كيف يكون ناصحا في بعض الأحيان لهذه الشركات في بعض قراراتها، فده مهم جدا. ويجب أن يكون له خلفية كمان قانونية لإنفاذ القانون وتنفيذ ما جاء في الرخص الخاصة بالشركات. ده كل الشروط تنطبق عليها تماما، رقابة، حوكمة، شخصية وقانونية واستثمارية وإدارية ومالية، ده سوبرمان ده. وبناء عليه لا احنا عندنا الحقيقة كوادر في مصر، كوادر مهمة جدا جدا عندهم كل ده. وهذه الكوادر لديها في عندنا كوادر فيها 3 شروط، وفي كوادر فيها 4 شروط، وفي كوادر فيها 5 شروط، بس القوة مختلفة في كل من هذه الشروط. خلي يعني حضرتك لازم برضو نوجه إلى أن دي ما هو مطلوب، لكن هناك أهداف كمان. هذه الأهداف هي أهداف مكتوبة علشان خاطر نقدر إن احنا نقيم ونقيم الشخص أو المسؤول اللي هيبقى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويكون هناك بعض الخطوات لإزاي نحسن من الأداء إذا كان هناك بعض الملاحظات. اسمح لي حضرتك هسأل سؤال يعني بدون إحراج كده، عايز أقول إن احنا نبعد عن النظريات أو المفترض أو المفروض أو كده. الخدمات اللي بتقدم للمواطن، حضرتك أكيد تتفق معايا إن الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم للمواطن المصري ليست على المستوى الذي نصبه إليه، ولا هو ده نفسنا إنها تبقى شكلها عاملة كده. لو خرجنا برا النظرية ودخلنا في الواقع وقلنا ده أولوية وتكليف من السيد رئيس الجمهورية لحضراتكم كمجلس وزراء بالكامل وكل العاملين بالدولة، وأنا عايز أضيف ليهم لهذا التكليف لكل واحد فينا بيشتغل في أي حاجة، قطاع خاص قطاع عام في مصر، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إيه اللي هيحصل عشان خاطر الناس تقول ده المهندس ياسر القاضي كان موجود يوم 10 أكتوبر في برنامج القاهرة 360 ووعدنا بكذا وقد تم بالفعل، أو تم بعض ولم يتم البعض؟ خليني الأول أتفق مع حضرتك أن الخدمات المقدمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب من المواطن أو المستوى المتوقع من المواطن. إحنا عندنا إجراءات، اتخذنا بعض الإجراءات المهمة جدا في إزاي نقدر نحكم هذه الخدمات وإزاي نحن نقدر نطور ونحسن من هذه الخدمات. أولها إن طبعا عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحنا استخدمنا أجهزة، هذه الأجهزة أجهزة حديثة للقياس، هنقيس الخدمات اللي موجودة على مستوى الجمهورية، هنبدأ ببعض الأماكن في الجمهورية، وهيتم عرض هذه القياسات والنتائج في الصحف والجرائد عشان خاطر هنشتغل بشفافية تامة ويكون عندنا كلنا متابعة
للتطورات الخاصة بهذه الأجهزة أو بالنتائج بتاعة هذه الأجهزة. نعم. احنا بنتكلم في ان احنا هنطلع تقرير. هذا التقرير كان بيطلع ربع سنوي، التقرير هيطلع تقرير شهري، وبنأمل ان التقرير في مراحل قادمة يطلع تقرير أسبوعي. وهذا التقرير هيتابع مش عن طريق الجهاز بس، عن طريق المواطن، لأنه هيكون معروض في جميع الصحف علشان خاطر المواطن يقدر يتعرف على كيفية تقدم أو تطور الخدمات المقدمة لي بما يشعر به المواطن. يعني مش بس احنا هنطلع بس بيانات، ولكن المواطن يجب أن يشعر بتغير الخدمة. زي ما قلت لحضرتك أن رئيس الجهاز القادم واحدة من خلينا يكون صارم مع مقدمي الخدمه في ان هو النهارده، يعني النهارده عندي خبر هو مثلا لسه نازل من ساعتين على موقع البوابه، بيقول انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت بقريه منيه سندوب بالتقهليه منذ شهر. هل النهارده من تسبب في ذلك هتتم محاسبته ومعاقبته من قبل الجهاز؟ اكيد ده مش شغل الوزير، ده شغل الجهاز، بحيث ان هو النهارده تكون العقوبات رادعه. احنا في اخر مجلس اداره، اخر اجتماع مجلس اداره لجهاز تنظيم الاتصالات، كان في لائحه جزاءات. هذه اللائحه قويه، والجزاءات الحقيقه مش هو ده اللي احنا بندور عليه. احنا بندور على ليس معاقبه الشركات، لان الشركات هم شركاء في هذا القطاع، ولكن الجزاءات علشان خاطر يبقى فيه شيء رادع لانقطاع الخدمه. طب بس عايز ارجع لحضرتك، انا عايز اقول بس من ناحيه تانية في الحته السؤال دي. السؤال ده بعد اذن حضرتك، لان اصل الاسئله دي يعني اذا كان هناك انقطاع منذ شهر في مكان ولم نبلغ عنه، فيعني هقول لحضرتك ليه بس. السبب موجود هنا، بيقول ان العاملين في الاتصالات بيقولوا ان الكهرباء رفضت توصل التيار للكباين بسبب مديونيات على الاتصالات للكهرباء. هنا مرة تانية بعيدا بقى عن الموضوع نفسه، بنتكلم على التواصل بين يعني اطراف الدولة وبعضها البعض. ممكن يكون في مديونية من الاتصالات للكهرباء، وزي ما بيحصل نشوفها في حاجات كتيرة قوي، فنلاقي ان يكون المواطن هو الذي يدفع الثمن في الوقت، فيه المواطن هو الأولوية زي ما حضرتك تفضلت وقلت. زي ما قلت لحضرتك ان هناك تواصل فيما بين الوزراء. دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الحقيقة هناك تواصل معاه مستمر، وهو رجل يعني محترم. أما عن انقطاع التيار أو العلاقة ما بين الكهرباء والاتصالات، فده الحقيقة مكتوب يعني شركات وبعضها. أنا لا، إحنا ما فيش أي مديونيات ولا أي حاجة. والحقيقة الكلام ده كلام أنا برضو عايز أرجع، لأن هناك بعض الكلام اللي بيطلع، الكلام ده يعني عايزين نوثقه. يعني طلع من يومين ان حجب الفايبر والواتساب، وطلعنا الجهاز طلع بيان، البيان بينفي تماما ان يكون قد تم اصدار اي تعليمات لاي من الشركات بحجب هذه الخدمات. لكن الشركات عملتها من نفسها، من تلقاء نفسها. لا يا فندم، حضرتك لو اتكلمت على الفايبر ساعة لما كانت الناس بتتكلم، ساعة لما كان في كلام على السوشيال ميديا، كنت هتلاقي ان المكالمة بتتم وكل حاجة بتتم. هناك القرارات لم يصدر اي قرار جديد. القرارات كان في قرارات من سنة 2009، والشركات ملتزمة بهذه القرارات، والقرارات لم يكن فيها حجب اي حاجة بخصوص الواتساب او الفايبر او خلافه. يعني اصل حد كان بقى بيسالنا، بيقول لنا لماذا تم الاغلاق كل ما يتعلق بالفويس اوفر اي بي في الكلام ده، لكن مفيش قرار. الشركات تاكدنا ان مفيش شركه قامت منفرده مثلا بانها تعمل ده على شبكتها، تقول انا حر ان انا امنع الكلام ده على شبكتي. لا يا فندم، الشركات تلتزم بالقرارات الخاصه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. طب حضرتك احنا ليه ما بنمنعش فايبر بقى وواتساب، يعني وهم بيعملوا بيتسببوا في الكثير من المشكلات بالنسبه للشركات، وخصوصا ان احنا عارفين ان شركه زي فايبر، شركه زي ما كان بيقول زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى، انها شركه اسرائيليه، وان هم ما لهمش ممثلين في مصر، ولا هم ولا واتساب ولا غيرهم. ده حتى جوجل دلوقتي بقى تمثيلها في مصر تقريبا ما فيش، ومستوليه على الإعلانات اللي موجودة في السوق، ولو حد حاول يلاقيهم مش هيلاقي حد يتكلم معاه.
خليني اقول لحضرتك ان في لجنه مشكله من جهاز تنظيم الاتصالات، هذه اللجنه لدراسه كيفيه تقنين او تنظيم هذه الشركات. احنا ما نقدرش ان احنا نقول احنا في دوله منفتحه، احنا ما نقدر، مش عايزين نحجب، ولكن عايزين ننظم، وجهاز تنظيم الاتصالات هو الجهاز المنوط به تنظيم مثل هذه التعامل مع هذه الشركات. اللجنة موجودة، احنا بنتوقع ان خلال فترة قصيرة اللجنة دي هتصدر بعض القرارات التنظيمية للتنظيم وليس للمنع. مرة اخرى، للتنظيم وليس للمنع. يعني في حاجات في الدي اس ال، في شركات بتتصل دلوقتي تقول احنا النهارده الخط الفلاني في الليز لاين هنبقي عليه الفويس اوفر اي بي، والخط ده مش هنبقي عليه. الاتصالات بتحصل من الشركات فعليا يا فندم، عشان مش عايز اشوه يعني سمعه الشركات، فهقول لحضرتك ده موثقا بره الهواء عشان ما بقاش بقول باسماء شركات على الهواء. الخدمات تقدم بشكل سهل جدا جدا على الوايرلس لان او الوايرلس انترنت، سواء اذا كان الوايرلس انترنت في البيت او على الدي اس ال، بتقدم بشكل واضح. اما على ال 3 جي وخلافه فبيبقى الخدمه بتبقى عشان خاطر الهوائيات والكفرج، الخدمه بتبقى خدمه اقل. نعم، لكن مره تانية التنظيم وليس المنع. طيب، عايز حضرتك اروح كان في دردشه بيني وبين اللواء عاطف يعقوب عن موضوع رئيس جهاز حمايه المستهلك، وكان بيتكلم على بعض الامور اللي بتخص حمايه المستهلك، من ضمنها ان كان عنده اعتراضات على الرينج تونز اللي بتطلع والكول باك تونز وما الى ذلك. هل النهارده في تنسيق اكبر هيحصل الفتره القادمه مع جهاز حمايه المستهلك؟ انا تواصلت مع جهاز حمايه المستهلك، مع اللواء عاطف، وتواصلت مع جهاز حمايه المنافسه كمان، علشان خاطر يجب ان يكون هناك تعاون ما بين الاجهزه وبعضها، للتاكد من اولا ان احنا كلنا بنعمل لخدمه المواطن طبعا، وبنعمل علشان خاطر مره تانية يا استاذ اسامه، التواصل والالتحام ما بين اجهزه الدوله المختلفه هو واحد من اهم الاولويات الخاصه بنا. نعم، لاننا كلنا نعمل لصالح المواطن. معالي الوزير، طبعا معالي الوزير، اسمح لي حضرتك ان انا يعني هاخد كده بعض الرسائل من مشاهدينا، وهستاذن حضرتك ان تكون اجابات حضرتك تلغرافيه زي الاسئله. محمد لطفي: ما هي خطه الوزير لاكتساب لاعبين جدد في سوق المعلومات المصري؟ احنا عندنا هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، وهذه الهيئه لديها خطط واضحه علشان خاطر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. هل في تغيير في هذه الخطط، ولا هي يعني استمرار؟ لان حضرتك كنت رئيس لهيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، ومتهيألي الخطط كانت موجوده وقت ما كنت حضرتك رئيس، ومن قبل ومن بعد. هو تسريع، يعني احنا نسرع من الخطى الخاصه بجذب المزيد من الاستثمارات. اين المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي؟ المجلس الاعلى، تم تشكيل المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي، والمفروض ان احنا يعني الاجتماع الاول سوف او الاجتماع الثاني هيكون قريبا جدا. لماذا لا يتم وضع قانون لجميع الشركات الخاصه في الاتصالات لتعيين حديثي التخرج؟ لا يوجد قانون لتعيين حديث التخرج، والسوق هو سوق عماله حر، يختار من يجده مناسبا لعمله. اد ايجيبت بروجرام، ايه رؤيه حضرتك؟ دي في رساله اس ام اس جايه لنا، رؤيه حضرتك لبرنامج اد ايجيبت اللي هو اعتقد خاص بالتعليم. الحقيقه ايديو ايجيبت، والايديو ايجيبت واحد من البرامج المهمه جدا لتنميه المهارات الخاصه بالشباب عشان خاطر يلتحقوا بالوظائف. الحقيقه الايديو ايجيبت من انجح البرامج الموجوده في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعظم الخريجين نقدر نقول ان 80% من خريجين ايديو ايجيبت بيجدوا فرص عمل مهمه جدا في الشركات العالميه. نعم. طب يبقى في شكوى من القائمين على هذا الموضوع ان هم في التمويل اللي بيجي لهم من هيئه تنميه تكنولوجيا المعلومات، ارجو ان حضرتك
تنظر فيه. التمويل خلال وجودي في هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات كان أكبر تمويل موجود منذ إنشاء أو بداية الإيديو إيجيبت. لما بيقولوا بقالنا سنة. وإحنا حضرتك يعني هنطور هذا والتمويل سوف يكون أكبر. إحنا برضو اهتمامنا بالشباب وبتوظيف الشباب. نعم. وهذا البرنامج برنامج مهم جدا إلى أقصى درجات الأهمية. التوقيع الإلكتروني ومستقبله. التوقيع الإلكتروني مهم جدا، عشان كده احنا بنتكلم على البطاقة الذكية. حقيقي. البطاقة الذكية سوف تفعل التوقيع الإلكتروني بشكل كبير، فده جزء من أولوياتنا في القطاع. حضرتك مش شايف ان حضور وانصراف اكتر من 13 مليون تلميذ على قاعدة بيانات ده شيء يؤدي الى عدم الاستمرارية؟ هو اللي سمعني غلط. احنا بنتكلم في 350 ألف طالب اللي هم طلبة الثانوية، فهم دول اللي احنا مركزين عليهم، ولا نستطيع ان احنا دول محترف التزويق. والله حضرتك لا، عشان خاطر الدروس الخصوصية. فاحنا يعني هناك، واحنا ما نقدرش نعمل كل حاجة مرة واحدة، فهناك خطوات ومراحل. حسام فريد بيقول مش المفروض الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء يكون تحت وزارة الاتصالات؟ المعلومات دي أول خطوة للبطاقة الذكية. هناك تعاون كامل ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحقيقة مهامه أكبر بكثير من بس المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات. عبد الرحمن، هل في آلية منطقية للحد من أزمة الخطوط غير المسجلة؟ عشان دي الحجة اللي دايما بنسمعها في أزمة استرجاع الموبايلات المسروقة. تم حجب 13 مليون تليفون او خط. هذه الخطوط كانت خطوط غير مسجله او ما عليهاش بيانات، واحنا في خلال الفتره اللي فاتت بس يعني يمكن من شهر او اقل من شهر تم الغاء 2 مليون خط، وهناك اجراءات جديده للتاكد من ان هذه الخطوط او التقليل الى اقصى ما يكون من هذه الخطوط مجهوله المعلومات. مزيد من أسئلة حضراتكم على الفيسبوك وتويتر والاس ام اس هنطرحها على معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي بعد هذا الفاصل.